غادي ترحميني وغادي تشكريني على هاد البودرة هذه اللي شاركت معاك بجوج ديال المكونات اللي غادي تخلي البطن ديالك ما شاء الله مسطحة كأنك كديري تمارين رياضية في الصباح وفي العشية، وأنك بطلت أي مشكل عندك في البطن. غادي تخوي لك البطن، غادي تخوي لك الأمعاء، وغادي تخوي لك القولون، وغادي تريح لك الأمعاء ديالك ما شاء الله. هاد كريم سحري تكملة ديال الوصفة الأولى اللي غادي تدهنيه إن شاء الله في البطن ديالك، غادي يفرتت لك الدهون المتراكمة العنيدة اللي عندك في المنطقة ديال الخصر وفي البطن، فغادي تحصلي على بطن اللي ما شاء الله ممسوحة هكا بحال. سلام الغاليات على قلبي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخيرين وعلى خير ان شاء الله. اللي كتشوف لا فيديو ديالي لاول مره او ماشي اول مره، ديري اختك واحد لايك، ديك البسمه اللي كاينه تحت من لا فيديو، فضلا وليس امرا منكم البنات كتفرجي في لا فيديو، ديري اختك واحد لايك ديك البسمه باش هاد لا فيديو ان شاء الله يوصل اكبر عدد ديال الناس ويستافدوا منه كتشجيع، لانه البنات ما كنبخل عليكم بحتى شي حاجه، اي حاجه كطلبوها مني كنشاركها معكم. واشتركي في القناه باش تنضمي ان شاء الله العائله ديالنا وتتبعي مجموعه من الوصفات، وفعلي داك الجرس اللي حداها صغيور باش اي فيديو ان شاء الله تحط داك الجرس اللي حداها صغيور باش اي فيديو ان شاء الله تحط في القناه يوصلك انت الاولى باذن الله. بغيت نقول لكم مبروك عواشركم بالصحه والسلامه وبطول العمر يا ربي، وباش ما تمنيتو ويحفظ لكم ما عز عليكم وما اغلى عندكم. الله يبلغنا رمضان بالصحة والسلامة والرزق والخير إن شاء الله والحسنات وكل حاجة زوينة في هذه الدنيا هذه. وبغيت نفكركم البنات في موديلات في الجليلبات ديال رمضان إن شاء الله، دبيا الوقيتة اللي توجدي لراسك إن شاء الله جليلبه قبل من العيد إن شاء الله، وانتي بوحدك اللي لابسة يا أختي جليلبه من أرفع وأفخم مكان، تنبات الطرز براندا توب البرادا يا البنات ديال كوريا، كريب يا البنات اش غادي نقول لكم شي حاجه ديال توب توب توب. وبغيت البنات اللي خداو من عندي جليلبات يكتبوا لي في لي كومونتير، وشكرا على المصداقيه ديالكم، شكرا على التعامل ديالكم، شكرا على حبكم واحد حبكم اللي خديتكم عليا، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، راكم غاليات على القلب ديالي. ما عليكم غير تواصلوا معايا بهذا الرقم هذا، الثمن ديال بنات الشعب الا خديتي جوج جليلبات غادي تحسب لك جلابه 250 درهم الجلابه وحده، والتوصيل في اي بلاصه انت يا كاينه يا اختي داخل المغرب او خارج المغرب غادي توصلك ان شاء الله الجليلبه ديالك حتى لعندك ان شاء الله. ما عليكم غير تواصلوا معايا على هذا الرقم هذا، وغادي نخلي لكم ان شاء الله الفيديوهات اللي فيهم الموديلات، لانه الكميه جد محدوده، بقات واحد الكميه اللي قليله يا البنات، قليله بزاف 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 بزاف. فما غاديش نطول عليكم البنات، الا كنتي مهتمه تواصلي معايا على هذا الرقم هذا، وجميع المعلومات تلقايها في صندوق الوصف، ونخليكم ان شاء الله مع مكونات الوصفه وطريقه التطبيق. نبداو على بركه الله، نبداو كلامنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبداو على بركة الله. أول مكون غادي نحتاجو إن شاء الله اللي هو الخروب. الخروب كيحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية الصحية اللي كتساعد على تنشيط الجهاز الهضمي، ما يساعد على تحسين حركة الأمعاء، وأيضا الألياف الموجودة في الخروب كتساعد على زيادة إفراز عصارة المعدة، ما يساعد على الهضم بشكل جيد خاصة في المرحلة ديال رمضان. بزاف ديال النساء والرجال كيعانيو من عسر الهضم، وكيعانيو من مشكل ديال القولون، وكيعانيو من مشكل ديال المعدة. يعني هاد الوصفة هادي من أروع ما كاين. الخروب غير بوحدو ما شاء الله كافي الغرض، يعني غني بالفوائد اللي كثيره ما شاء الله، كيعالج بزاف ديال المشاكل، كيحمي من مرض السرطان، كيحافظ على صحه القلب، كينقص الوزن الزائد، غني بالفوائد اللي كثيره ما شاء الله، وايضا كيساعد في تنظيم هرمونات المراه خاصه اثناء فتره الدوره الشهريه، مهم للمراه الحامل لانه كيمنع الحالات ديال الامساك. فوائد لي كثيره ما شاء الله للبشره للشعر، لانه غني بالفيتامين ه، غني بالبروتينات، غني بزاف ديال الحوايج اللي مفيده للبشره ديالنا والصحه ديالنا والجهاز الهضمي كذلك. اذا غادي نحتاجو ان شاء الله منه تقريبا هنايا واحد الخمسة ديال الدراهم، وغادي نحتاجو هنايا تقريبا واحد ثلاثة ديال الدراهم ديال النافع، ثلاثة ديال الدراهم ديال النافع البلدي. دابا النافع ما شاء الله راه موجود في اي بيت مغربي، راه المغاربه كامل والعرب دابا كلشي ولا كيصايب سلو اللي هو السفوف، يعني ما شاء الله النافع البلدي راه موجود في الدار، يعني ما غادي تشريوه ما حتى شي حاجه، راه موجود عندكم.
غادي بنفس بالنسبه للكميه غادي تاخدي نفس القدر اللي خديتي في الخروب، غادي تاخديه في النافع البلدي، يعني كل قدر اللي يكون متساوي مزيان مزيان. مثلا خديت معلقه خروب، ناخذ معلقه من النافع البلدي، وغادي ناخذ المكونات بجوج وغادي نطحنهم ان شاء الله مزيان مزيان، نيلهم كيف ما سنقولوا على شكل بودره، وغادي نحتفظ بهم. غادي نوريكم ان شاء الله طريقه الاستعمال في اخر لا فيديو. دابا غادي ندوزوا مباشره ان شاء الله، غادي نصايب معكم الكريم السحري اللي ما كنستغناش عليه نهائيا، خاصه في المرحله ديال رمضان. غادي نعطيكم ان شاء الله طريقه الاستعمال ديالو في اخر لا فيديو، والفيديو غادي يكون مترجم ان شاء الله. غادي نحتاج ان شاء الله واحد المعلقه ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود اللي تيكون مطحون، وغادي نحتاج معلقه صغيره من القرفه اللي تتكون بلديه، القرفه البلديه اللي كيكون اللون ديالها كيف ما كتشوفوا هو مغاير على اللون ديال القرفه العاديه. الا عندك قرفه عاديه ماشي مشكل، غير هو القرفه البلديه كتكون مجهده وكتكون حاره على القرفه العاديه. وغادي ندير معلقه صغيره ديال الزنجبيل اللي غادي يكون مطحون، معلقه صغيره معلقه صغيره معلقه صغيره، مع معلقه كبيره ديال الفازلين اللي غادي يكون طبي. ما تاخذوش فازلين ديال 5 دراهم البنات، فانا كننصحكم وكنعاود ننصحكم ما تاخذوش فازلين ديال 5 دراهم، تاخدي فازلين طبي من الصيدليه او من بارا فارماسي، راه رخيص ما غاليش، كتلقاي بوطه كبيره دايره مهم ثمن اللي رخيص. صافي غناخد معلقه اللي غادي تكون كبيره ديال الفازلين، غادي نزيد عليها واحد القطرات ديال زيت الجليسيرين، زيت الجليسيرين او اي زيت من الزيوت عندكم، ممكن تستعملوهم زيت اللوز او زيت الزيتون او زيت نوار الشمس. غادي ناخذ المكونات، غادي نحطهم ان شاء الله على شكل حمام مريم اي حمام مائي، وغادي نخلي ان شاء الله المكونات حتى يذوبوا مع بعضياتهم، جميع المكونات ان شاء الله يطلقوا في بعضياتهم، وغادي نديرهم ان شاء الله في واحد العلبه. وخليكم معايا ان شاء الله لاخر لا فيديو باش غادي نعطيكم ان شاء الله طريقه الاستعمال، لانه جد جد مهمه كيفاش غادي تطبقوا ان شاء الله هاد الوصفتين. وما تبخلوش عليا من اللايكات ديالكم يا الغاليات على قلبي، خليكم معايا ان شاء الله لاخر لا فيديو. هاد البودره هادي طريقه تطبيق البنات ديال هاد البودره هادي، فغادي تاخدي ان شاء الله معلقه، غادي تاخدي ان شاء الله معلقه من بعد الفطور، ومعلقه ان شاء الله من بعد السحور. هاد النظام هذا خاص برمضان ان شاء الله، ومن ان شاء الله تبغيو تصيبوها من بعد رمضان غادي تبقي تاخديها ان شاء الله من بعد الفطور، من بعد الغداء، ومن بعد العشاء، وغادي تداومي عليها ان شاء الله. بالنسبه ان شاء الله لطريقه التطبيق ديال هذا الكريم هذا، شوفوا ما شاء الله هو جمد معنا البنات لانه درنا فيه الفازلين، فغادي تاخدي واحد القدر منه وغادي تدهنيه على البطن ديالك مزيان مزيان مزيان، اي بلاصه في البطن في الارداف من غير منطقه الصدر. البنات اللي باغيين ينقصوا منطقه الصدر فانا غنشارك معكم ان شاء الله وصفه اللي رائعه رائعه رائعه، حتى هي غادي تشكروني عليه. بالنسبه للكريم غادي تدهنيه ان شاء الله البطن ديالك او الارداف الافخاذ اي منطقه بغيتي من غير منطقه الصدر والوجه كذلك، غادي تدهنيها مزيان مزيان. غادي تجيبي السلوفان، سلوفان او بلاستيك غذائي او بلاستيك غذائي، غادي تدوريه على البطن ديالك مزيان مزيان مزيان، وغادي تلبسي ان شاء الله الحوايج ديالك. فمن الافضل انك ديري هاد العمليه في الصباح ملي كتفيقي وعلى طول النهار، يعني احنا معروفين المغربيات والعربيات ما شاء الله كيصيبوا شهيوات ما شاء الله، يعني على طول النهار كتلقى مسكينه في الكوزينه خدامه، كتصيب لوليداتها، كتصيب الشهيوات، تصيب الحريره، تصيب هذه تصيب هذه، يعني على طول النهار انت كتحركي. يعني من الاحسن انك ديري هاد الكريم هذا بالنهار، دهني على البطن ديالك وديري السلوفان واراك اختي الخدمه الحركه حتى يقرب حتى تفطري ان شاء الله، وغادي تدخلي الدوشي وتوضي ان شاء الله باش يلاه تتوجدي راسك ان شاء الله لصلاه التراويح، الله يتقبل منا ومنكم يا ربي صالح الاعمال ان شاء الله. فبهذه الطريقه ان شاء الله يا اختي غادي تداومي عليها، طبعا المداومه 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 يا البنات، لانه الا ما كانتش مداومه ما غاديش تحصلي على النتيجه، خاصك تداومي على هاد الوصفات ان شاء الله يوميا على طول مده الشهر ان شاء الله 30 يوم او 31 يوم ان شاء الله، غتبقى يوميا ان شاء الله ديريها، فراه شغنقول لك غادي تحصلي على واحد النتيجه اللي رائعه. وفي نفس الوقت انت كتحركي في الدار ديالك، ومن بعد ان شاء الله صلاه التراويح تقدري ديري شويه ديال لا مارش، او في الصباح كذلك كملي كتفيقي بكري تنوضي ديري شويه ديال لا مارش، شويه ديال لا مارش اللي غادي يكون خفيف لانه الناس كتكون صايمه، فنديرو غير واحد لا مارش اللي غادي يكون خفيف ما نجهدوش على راسنا، وغادي تشوفي ان شاء الله النتيجه اللي غادي تحصلي عليها.
وبالصحة والراحة، وزائد ان شاء الله في الفطور نحاولوا اننا نقصوا من الخبز الابيض، نقصوا من الحويجات اللي كتكون فيها كالسكريات هكا كيكون فيها دهنيات بزاف، من الاحسن نحاولوا غير بشويه بشويه نقصوا حتى كنولفوا، ماشي غادي نحيدوا كل شيء في خطره واحده، راه ما يمكنش، لانه كتكون شويه صعيبه، ولكن بشويه 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 حتى كتولفي على هذاك النظام ان شاء الله. وصافي تنكون وصلنا لاخر مرحله، ما كنسخاش بكم، راكم غاليات على القلب ديالي، وشكرا على البنات اللي كيسولوا فيا اللي خدتكم عليا، فانا خدتكم عليا، شكرا لكم البنات بزاف 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 على اللي خدتكم عليا، راكم نتوما اللي مخليني مازال مكمله هنايا في اليوتيوب. اذا البنات تنكون وصلنا لاخر مرحله، ما سخيتش بكم، اللي بغات توصل معايا مرحبا والف مرحبا بها، تواصل معايا ان شاء الله الانستغرام اللي كتشوف هنايا، الصفحه الرئيسيه فيسبوك جديده كذلك اللي غنحط لكم فيها الفيديوهات، نقول لكم ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جاي.